يا روحي اديني بس يعني 3 دقايق هظبط بس شعري هغير واظبط المانيكير. يا حبيبتي انت زي القمر. لا 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 مش محتاجة. لا 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 مش عاجبني. لا مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ الحلقة اللي فاتت انا سألت نانسي شوية اسئلة وجاوبت عليا. انا النهاردة سايب لها هي اللي هتسأل اسئلة في برنامج يانا يانتي مع احمد الدسوقي ونانسي المغربي. هنشوف. ما تنسوش ان احنا تيم احمد الدسوقي ونانسي المغربي، مستنيين رأيكم في الكومنتات مع تيم احمد الدسوقي ونانسي المغربي. النهاردة انا حضرت لكم 10 اسئلة ايه ممكن البنات يكونوا محتاجين يعرفوها عن الراجل. خلينا نبدأ بأول سؤال يا احمد. جاهز؟ جاهز طول عمري جاهز ورجالة جاهزة. طيب احنا اقوى. هنشوف هنشوف هنشوف. ليه الراجل دايما ما بيكتفيش بست واحدة؟ ليه بيبقى عنده ستبن 2 و3 و4؟ علشان امرأة واحدة لا تكفي. يا سلام. طبعا احنا عندنا رجالة الستات بالنسبة لهم زي الفاكهة، عندك المانجا والتفاح واليوستفندي. ايوة لازم نخدوق من ده وندوق من ده وندوق من ده. احنا كده رجالة بنحب الفاكهة. مقتنع بنفسك؟ طبعا. مقتنع بنفسك؟ طبعا. تقبلها انت لو اتحصل بالعكس؟ لا يمكن اقبلها. لا يمكن تقبلها عشان الرجال قومون عن النساء. يبقى ما تعملهاش. الرجال قومون عن النساء في حاجات تانية، انتوا بتاخدوا اللي انتوا عايزين تاخدوه من الدين وتحرفوه براحتكم. بس خلينا نخش على السؤال التاني. نخش على السؤال التاني. الراجل بيبقى ايه شعوره واحساسه لما بيكون ماشي خطيبته جنبه او مراته وراجل تاني يبص عليه؟ لا اكيد طبعا الراجل هيبقى متضايق. اكيد. انا بقول لك ايه احساسه. طبعا. لا يعني اكيد الراجل هيبقى متضايق، بس في نفس الوقت لو هو واثق من نفسه ولا يهمه حد يبص. بس خلي بالك نظره عن نظره بتفرق. في نظره واحد بيبص كده وفي واحد يحط عينه، اللي يحط عينه تتخزق عينه. احساسك بتكون في قمه العصبيه والنكد طبعا. اوكي مقهور يعني. مقهور. بنعرف نقهرك. طب كويس انتوا بتبسطوا بقهرتنا. يلا مش مشكله. السؤال الثاني. الثالث. جاهز. جاهز جاهز. طيب ليه الرجاله دايما، او بلاش كلهم يعني مش هعمم، بعض الرجاله ياخدوا واحده جميله انثى بتلبس كويس تهتم بنفسها مش محجبه ياخدها اتجوزها حجبها اقعدي في البيت ينزل هو يشوف واحده غيرها مش محجبه وجميله بتهتم بنفسها يلا مع السلامه انتي وتعالي انتي؟ ليه مع السلامه انتي؟ دي مش عشان حجاب ولا مش حجاب، عشان هي بتتغير بعد الجواز. يا سلام. طبعا. وهو ما بيتغيرش بعد الجواز لما هو بيحب البنت اللي مش محجبه اللي بتلبس كويس وشيك وبشعرها. ليه من الاول حجبها؟ عشان الراجل عايز رؤه في البيت. لو هي رؤه في البيت مش هيبص بره البيت، بس تبقى رؤه. بس تبقى رؤى. عشان انت. طب اقول لك على حاجه، هاخد منك الكلام ده واسالك سؤال تاني. ليه بتحب تكونوا ست السيد؟ ده طبع الراجل لازم يبقى ست السيد. امال الست هتبقى ست السيد؟ لا ليه ما تبقوش شخصيات متعاونه في البيت عادي، بتتعاملوا مع بعض بتساعدوا بعض ناس يعني باحترام بالشياكه. ليه كل حاجه هو ست السيد ويقعد ويؤمر؟ ليه الراجل هو اللي بيشتغل، هو اللي بيتعب، هو اللي بيجيب الفلوس، هو اللي بيصرف. لا ستات دلوقتي بتصرف وبتشتغل وبتدفع اكتر من الراجل بيدفعه في البيت. يعني في ستات بتصرف على البيت والراجل قاعد؟ ايه ما تعرفهاش ما شفتهاش في حياتك؟ في بس ده نسبه قليله قوي وده ما بقاش. لا ما بقتش نسبه قليله. لا انا بقى ليه السيد؟ انا بتكلم على الراجل اللي قادر وبيصرف في بيته ومكفي بيته، حقه يبقى السيد في بيته. فعلا. طبعا. اوكي. لما تيجي تختار الست شريكة حياتك تختار بالشخصية ولا بالشكل؟ بالشكل طبعا. يا فرحتي. ولو طلعت شخصيتها وحشة جدا هطلقها. يا سلام. وتاخد واحدة تانية بالشكل؟ تالتة ورابعة وخمسة. ده دليل على ان انتوا تفكيركوا عقيم. لا لا عقيم. لا مش عقيم. لا عقيم. عموما عشان تبقي عارفة يعني. أيوة. الراجل عامة بيحب الجمال، والراجل بيحب دايما بيدور على الجمال،
فلازم يشوف واحده واثنين وثلاثه واربعه. ما انت لك ان الله جميل يحب الجمال. طبعا. اوكي طبعا. ليه كل الرجاله بتحب تسيب بيوتها وتنزل تلعب مع اصحابها بلاي ستيشن في الشارع؟ لا، المفروض الرجاله ايوه 24 ساعه قاعدين في البيت في وش مراتاتهم ما بيعملوش حاجه غير مراته كل شويه فين فلوس الاكل، فين فلوس الكهرباء، فين فلوس الغاز، وما بنخلص. انا ما اروح بلاي ستيشن هلعب والراجل هيجيب لي كوبايه الشاي لحد عندي والعب وانا باشف وانا بلعب، لكن في البيت دايما في قهره، في نكد. لا مش دايما، ما النكد منكم مش مننا، يعني انت برضو ما انتوا نكديين، انت بتنزل تكبر مخك وتفك نفسك من النكد وترجع لها تاني وتسيبها مقهوره في البيت. ليه؟ عشان بعمل ريفريش. طب مهما كنت مضغوط وضغطة اليوم بنزل العب وانبسط وقابل صحابي ارجع استقبل. طيب اوكي، قبل بقى ما تستقبل ده، انت كمان تقبل انها تنزل وتكون ليها رياضه مفضله ليها تخرج فيها الطاقه السلبيه اللي بتاخدها من ساعتك؟ طبعا، عندها الاوضه جوه تعمل اي رياضات عايزاها. طبعا. لا طبعا، يا سلام، مش معنى انت بتنزل وتشوف اصحابك وبتغير وبتعمل ريفريش عشان انا راجل. هتعمل ريفريش، قلت لك عشان انا راجل. يا خرابي على الراجل، راجل راجل، زهقتني. لا، في مساواه دلوقتي، احنا في مجتمع في مساواه بين الراجل. للأسف كلمة المساواة دي هي اللي مودية الستات في دهية. مفيش حد بيروح في دهية غيركم. يلا النهاردة أنا خلصت أسئلتي لأحمد، لو في أسئلة تانية أنا ما سألتهوش أولا بشكرك. ميرسي. العفو قوي. ميرسي. لو في أي سؤال أنا ما سألتهوش وحابين يتيم نانسي مغربي تسألوه وتوجهوه لأي راجل ابعتولي في الكومنتات، واستنونا في حلقة جديدة من برنامج يانا يانتي مع نانسي المغربي وأحمد الدسوقي. السلام عليكم.